قصف غير مسبوق وأكبر هجوم بينفذه حزب الله على شمال إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، وكل ده ردا على اغتيال 4 من قيادات الحزب في غارة جوية على جنوب لبنان. الحزب أمطر شمال إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ وصلت لعدة مناطق زي صفد وطبرية. الحزب قال إن الصواريخ استهدفت مواقع زي مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتين ومصنع بلسان للصناعات العسكرية في بلدة سعسعة وعدد من المقار العسكرية. من الجدير بالذكر برضو إن الإذاعة الإسرائيلية صرحت بإن دي المرة الأولى اللي تنطلق فيها صفارات الإنذار في طبرية منذ أكتوبر الماضي. والكتير تساءل، هل أعلنها حزب الله حرب مفتوحة بالفعل ولا هو مجرد ردة فعل على الاغتيال؟ الحدث المهم والحساس ده كان ليه صدى واسع على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف بعض التعليقات. هنبدأ مع قاسم. قاسم غرد على إكس وقال ضوء أخضر أمريكي للضغط على نتنياهو، دي من وجهة نظره. لكن أحمد كان عنده رأي تاني بيقول كل هذه الصواريخ ولا قتيل واحد، معقول؟ أما التعليق الأخير من عبد الله، من عبد الله قال حرائق واسعة قرب مدينة صفد جراء صواريخ حزب الله، فقط حرائق. هينضم لنا عبر سكايب من بيروت علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية. أولا أهلا بك معنا أستاذ علي، وأحب أسأل حضرتك مباشرة، مجرد رد على اغتيال واحد من قيادات من أبرز عناصر حزب الله ولا حرب مفتوحة بدأنا؟ مساء الخير. بتقديري لم تزل قواعد الاشتباك هي المتحكم في هذه الحرب أو هذه المواجهة. واضح أنه هي أقرب إلى رد الفعل، ولكن بتقديري أنه لم تنتهي عملية الرد، لأنه بتقديري حزب الله مضطر، وخاصة استهداف شخصية مثل أبو طالب، كانوا تتطلب رد يعني على الأقل كعملية اغتيال، كعملية قتل مجموعة عسكريين جنود إسرائيليين، ولا يمكن التعامل معه بوصفه ك أي كادر آخر قتل من حزب الله، باعتباره أولا عضوا في المجلس العسكري لحزب الله، قائد وحدة، مشارك في حرب البوسنة، مشارك في حرب سوريا، مشارك في حرب العراق، كان يعني على صلة بقاسم سليماني، أيضا يعني له تاريخ على الأقل على المستوى العسكري، له أدوار عديدة، ولذلك لاحظنا مثلا نعيه من العراق من قبل احد الفصائل العراقيه، وبالتالي هذا يعطي انطباع بانه حزب هذا الرد الذي قام به حزب الله ليس كافيا على الاقل يرضي رفاق. صحيح يا استاذ علي، بس على الناحيه الثانيه هناك مسؤول ايراني قال حزب الله يملك نحو مليون صاروخ، هل هذا مؤشر للتصعيد في رايك؟ لا أعتقد، إيران أول بلد لا يريد هذه الحرب لسبب بسيط، لأن هذه الحرب قد تستدرج إيران إلى حرب لا تريدها، أو قد تكون إيران عرضة لضربات معينة إسرائيلية، قد تستدرج حرب واسعة. ونعلم منذ 7 أكتوبر هناك تقاطع أمريكي إيراني واضح بعدم تمدد الحرب الإقليمية، وهذا واضح أن إيران التزمت به إلى حد كبير. والكلام الإيراني يأتي في سياق يعني كلام وزير الخارجية أو القائم بأعمال وزارة الخارجية باقري، والكلام المسؤول الإيراني برأيي هو يحاول أن يهدئ من روع الذين المقاتلين حزب الله، باعتبار هؤلاء يرون كيف يتم اغتيالهم وليسوا قادرين أو ليس هناك من أوامر لفتح حرب. يعني هؤلاء كعسكريين يرون أنهم كيف يستهدفون، ويرون أنهم قادرون على استهداف مثلا كريش لمركز الغاز أو مراكز أخرى داخل إسرائيل، وبالتالي يحتاج برأي الوضع إلى أن يصدر مواقف إيرانية تظهر أن إيران موجودة. أستاذ علي، اسمح لي أسأل على الجانب الآخر. هناك أحد المسؤولين العسكريين في إسرائيل قال نستعد لرد قوي في لبنان، هل يمكن أن تصل الأمور لحد الاجتياح في رأيك؟ لا أعتقد، لأنه يعني حتى في كلام هلأ صدر إسرائيلي بأنه لسنا في وارد أن نذهب إلى حرب مفتوحة. يعني برأيي الإسرائيلي في ظل الانهماك والانشغال في غزة ربما هو غير قادر على أن يذهب إلى حرب مفتوحة في لبنان، باعتبار أن ذلك يتطلب على الأقل استعدادات
وإراحة الجيش وما إلى ذلك من عوامل لوجستية لا مفر منها إذا أراد أن يخوض هذه الحرب. فضلا عن جانب آخر وهو جانب مهم، أن إسرائيل اعتمدت هذا الأسلوب وهذه هذا التكتيك أو هذه الاستراتيجية في تنفيذ عمليات لكوادر لحزب الله، وهذا أمر لا يمكن حتى في حرب واسعة كان لا يمكن أن يتحقق لإسرائيل. وبالتالي برأي إسرائيل على الأقل في مسألة الاغتيالات وفي ذلك هي مسألة استراتيجية وليست اضطرارية، بمعنى هي اختارت أن تكون المعركة على هذا المنوال. وأعتقد أنه وهذا يدفع كثير لدى الإسرائيليين برأيي بالعمق ليقولوا لماذا نذهب إلى الحرب، مكلفة سياسية، مكلفة دوليا، مكلفة ماليا ومكلفة، وإنما نقوم بحرب يعني بين مزدوجين. تمام صحيح. شكرا جزيلا. نعم. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا أستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، كنت معنا على مشهد تك. شكرا.